السلام عليكم ورحمة الله. كيف نقوم بإيقاف الرسائل المزعجة التي يشتكي منها كثير من الناس من قبل الاتصالات؟ نذهب إلى الرسائل، ندخل إلى صفحة الرسائل، هنا سيظهر لي كافة الرسائل التي استقبلتها على الجهاز. مثلا هذا الرقم يقوم بإرسال رسائل مزعجة إليك، تضغط عليه ضغطة مطولة حتى تظهر لك هذه الاختيارات. اختار هنا إضافة لأرقام البريد العشوائي واضغط على رسالة التأكيد. الآن الرقم الذي قمت بتحديده وأضفته إلى الأرقام العشوائية، إن بعث لك أي رسالة ستدخل ضمن البريد العشوائي ولن تظهر لديك داخل هذه الصفحة المخصصة للرسائل. طبعا إذا أردت تصفح صفحة البريد العشوائي، نضغط على قائمة الاختيارات بأسفل الجهاز وأدخل هنا إلى رسائل البريد العشوائي. لاحظ هنا قام هذا الرقم بإرسال رسالة و تم حظرها أو تم إضافتها ضمن رسائل البريد العشوائي. طبعا بإمكانك أن تقوم بإلغاء هذا الرقم من البريد العشوائي بالضغط عليه وإزالته من أرقام البريد العشوائي، أو مسح أو حذف الرسائل. إلى هنا ينتهي درسنا، دمتم في حفظ الرحمن.